هسه احنا وين؟ وين؟ بالدنمارك، فد شوي نوصل السويد. شي بالخلفك غير بطن الحوت ما اشوفه ظلمه. سوادي يمك وينك؟ يمك شلون بالله شلون ظلمه؟ ايش تدري يا شغلك المولده؟ مو قلت لك هسه الحل شلون؟ عد الحل. شوفوا شنو الحل؟ امزين شايل ايه شفته هسه شو نسوي؟ يابا صدق قبت. شو تسوي؟ قبت وين؟ ايه نورت نورت. شو تسوي بها؟ نورت يا حلاها. ما تخاف ما تخاف من العود؟ فوي الزمها الزمها فوي هيك بس خلي شوي هسه وقتها هي حارة نار. سوي شايف تمر عليها ولك شوف الحوت ايش بالع شوف التلفزيون الولاية كلها شنو هاي مؤسس؟ بعد ثلاجة الظاهر مزوج جديد هذا الحوت. اقول لك هوبي اقول لك هذا شلون يخاف ياكلنا؟ شنو ياكلنا؟ بالعنا هو شنو يخاف ياكلنا؟ ايش عندك فكره؟ بس هذا اذا بقينا ببطنه ده ياكلنا لحم ويرمينا عظم. جزء العظام ما بيسوي تشريب. عنده فكره. شنو هي؟ يقول لك الحوت ينام ومن ينام النومه مالته طويله. ايه من ينام احنا نطفر. منين تطفر؟ عنده شباك باب من حلقه بس قولي شلون النايمه؟ اللوليله؟ لا اللوليله ينام؟ ابي شلوليله؟ يا حوته يا من حوته انا عندي فكره تريد قاعده مو نايم؟ ايه ليش ما نشرب حشيشه؟ انا عندي حشيشه. ايه حلو انا اقول ليش ما نسوي له نرقيله؟ ندلله شو تقول؟ نجيب له راقصات اي وبيره زين ما دام عندنا نار ليش ما نحرقه؟ قلت راح احرقك انت الصوم مالي عميت علي انا توها شو يصير منك هذا؟ هذا ابن عمي. هو هذا ابن عمه؟ ايه اقول لك احنا ليش ما له الحوت؟ ايه نشمر له واحد من ذولا يعلس به. ايه شو تقول؟ ما يخالف بس لا ابن عمي شمروهم كلهم بس لا ابن عمي. لا لا ما نشمر ابن عمك لا ابن عمك ياهو حتى ما شمره. هذا ابن عمي. هذا ابن عمه؟ ايه يباك حي ترى غراضي يمه. ايه هاي سويت؟ خليت لها الحوت. بس مد ايدك خطيه خلي يجي. عافيه اخوي عافيه. لا روح مره انت حباب انت من جماعتنا ما نذبك. هذا خوش وليد. اي خوش لان ايش قد اخذ منك؟ ايش قد اخذ منك فلوس؟ 10,000؟ 10,000 دولار على الواحد. هو هذا الوز عليك. أيه. قرش. أيه. قراش. دروح منه تحسن لك. يس احنا ذبيناهم بعدين باع المي صار احمر. اقول لك انا عندي فكره. شنو؟ الحوت يختنق من الدخان. اي نحرق له. ايش نحرق له؟ نحرق البلم. واحنا شلون؟ مو احنا بالبلم؟ ابو عقلي نسيت. هلا ها وشكم هذا التاير؟ الله جابه. اي دخيل جره جره يا صومالي. دقيقه دقيقه شباله انت والتاير نفس الوجه. دفع دفع هذا دفع. لا انا اخوكم انا اخوكم. خطيه خطيه ياخذ فلوس صاعد ببلاش. خطيه حرق التاير. يلا اي قام يقح قام يقح الحوت قام يقح قح 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 صدق كذا ولك قام يقح الحوت عشرة بس اريده يعطس ما عندكم بهارات شوي؟ ليش؟ حط على خشمه ايش بدري؟